طويل وتعبان ناطر بهجة. فإحنا بناخذ تطعيمة للشعر، بناخذ من الجوانب شوي، من جوا الشعر بناخذ الأطراف عم بنقصها، بنعمل لها شكل مميز بالشعر لإلها. الكريهات اليوم حلوة كتير، الببيغ حلو كتير، التشورت حلوة كتير، طلعت على الزباين على بنات حلوة 19 و20 كتير حلوة. فكل يوم في قص جديد، ولكن أنا اللي بمسك المقص دائما بحب المقص، يعني أنا مقصي في موسيقى مش عشان نقول، يعني لما بقص بطرب بسمع إشي كتير حلو بالقص. أكيد. بس حابين مسيو خليل نحكي عن الغرة. هلأ عم بشوف صبايا بيركبوا غرة تركيب، موديلات عندك، في إشي ميلان، في إشي بيبي، في إشي ألوان هي إذا أشكال. كان نسرين، إذا كان الشعر سليم وطويل لهون بنقدر نعمل الغرة. بالنسبة للغرة بنقدر نعمل أي موديل فيها الغرة اللي نازلة هذه هيك بنعملها، والغرة الواقفة والغرة الشمال ويمين والغرة النازلة والغرة الرافعة بنقدر نعملها. ولكن إحنا بنحكي الست، في سيدات بكون عندهم شعرهم خفيف جدا من البداية، وعند البداية مقدمة الرأس بكون بداية، أنا مستعد أركب لها غرة تنام مع زوجها، تمشي بالشارع، تتحرك، ترقص، تقيم، إنه طبيعي جدا ما بيبين إنه مركب شعرها نهائيا، إنه طبيعي وما بيبين صناعة. والله أجتني زبونة مسكينة، الله يشفيها يا رب، الله يشفيها، الله يشفيها، والله قبل 3 أيام الشعر ما شاء الله من هون ممتاز، وشعر ما شاء الله من هون ممتاز. الشعر هذا خفيف الجوانب، خفيف تمسكها تك 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 تك، ما بتتريح الست هايدي إلا تمسك شعرها وبينزل. لا 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 تقطعه يا حرام. فقلت لها ليش بتقطع شعرك؟ يلا تنحكي أنا وياك، يا ريت تسمعني ونحكي أنا وياك، ليش بتقطع شعرك أنت؟ شعرك بجنن، ليش بتقطعي شعرها؟ حلو كتير. قالت ما بعرف عندي كذا، ورحت لطبيب. مسيو خليل بس معنا اتصال، نرجع نكمل حديثنا قبل ما يقطع الخط. ألو صباح الخير. حبا. أهلا وسهلا جمانة، كيفك؟ صباح الخير بخير. يا أهلا وسهلا، كيفك حبيبتي؟ الحمد لله تمام، كيفك أنت؟ والله الحمد لله. شاركة الحلوة. تسلمي كلك ذوق. حبيبتي معلش بدي احكي مع مسيو خليل. تفضلي حبيبتي. تفضلي سيد جمال. مسيو خليل معك. صباح الخير مسيو خليل. يسعد صباحك. مسيو خليل بدي اسالك بالنسبه لحياكة الشعر، انت بتعمل حياكة بالبيوتي سنتر عندك ولا لا؟ هلا بجاوبك يا جمال. شكرا لك جمانة. فبنحكي لها للصبية هاي، فركبت لها من هون وركبت لها من هون وركبت لها غرة من هون لهون، وهلا صارت تمسك مسكين ما تمسك الشعر الاولاني، شوفي بدا الشعر يطلع الاولاني، بدها تمسك الشعر الثاني وتلعب فيه. بس مش ما مشكلة ينقطع. ما ينقطع. مش ينقطع. لكن بالنسبة للحياكة، احنا كنا نحيك زمان الشعر، كنا نجيب الشعر منفول نفل، وكنا احنا نحيكه بطريقتنا الخاصة، نجيب نول خشب او نول يعني مصنع للخشب هذا، ونجيب الشعر الاصل بنقصه من السيدي ونمسك الشعر هيك ونصير نحيك بالطريقه هاي بالطريقه نعم. هاي كل يوم نعمل 4 أو 3 متر أو 4 متر نعمل طول بالشعر، ونقدر احنا نظبط الشعر ونقصه في طريقتنا الصحيحه ونفيره للشعر ونحممه ونسبغه ونعطيه يكون شعر طبيعي مركب. أكيد. اجمل. هذا السؤال لاخت جمانه. واحنا ما انا مشهور في حياكه الشعر لانه احنا من الاوائل في الاردن دخلنا علم تركيب الشعر الطبيعي في الاردن في مركز خليل السيد. مسيو خليل اجانا سؤال تحت الهواء من صبيه بتقول انه ما سبب اسوداد الركب الرجلين وكيف علاجها؟ سبب اسوداد بدناش نقول، في اسباب كثيره للاسوداد للركب نقول، وتحت الأبط نحكي عنه بصراحة، يعني الاسوداد الاسوداد الركب بتكون هاي شغلات بالجسم موجودة، وبتكون البشرة نفسها داكنة أكثر من اللازم، فهمتي علي كيف؟ في أثناء الساونة وأثناء الحمام عم بتخف، ولكن في اسوداد بتكون في الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة في البشرة، تعبانة جدا، فما بتحتاج إلى عناية أكثر، وتكون عناية فائقة، ونعطيهم او ترجعنا احنا في مركز الخليل السيد في قسم المحجبات بنقدر نساعد هذا الوضع. حابه اذكركم بارقام مسيو خليل تحت الهواء 0795877505 0799629290. مسيو خليل نرجع نحكي عن القص. هلا لو اجتك مثلا صبيه شعرها كثير طويل وقالت لك انا بدي اقص شورتي، ما انا هلا موضه ودارجه وحبتها على البنات، بتقص لها اياها؟
الشورتي بتغامر. هو الشورتي في له سن معين، احنا قلنا من السن 16 17 لل 17. 25 نعم بنقدر نقص الشورتي. الشورتي حلو كتير، يعني الجوانب شفتوها القصة حلوة كانت قبل شوي كانت بالصورة، ولكن إذا في قصة أجمل ووجهها أجمل، يعني وجهها له طلالة حلوة نعم. وشعرها طويل، ما بقدر أضحي بشعر طويل لهون وأجي أقص لها حرام شورتي، أكيد حرام. فباجي بقولها لا طب إيه، خدي استبس، خدي شغلات لشعرك أفضل من اللازم. فبتعرفي إحنا الشعر للكتاف بنقدر نعمله شورتي، أما الشعر الطويل أكثر من اللازم ما بنقدر مستحيل نقصه، إنه ما بقدر تغامر. أخلي الزبونة تبكي طول لها قديش مربيت شعرها، ويجي أكيد مسو قريب يخرط لها إياه يقص لها إياه في طريقة لا. فبنقولها احنا اجمل واجمل انه شعرك يتنظف بطريقة شوية هالجوانب شوية من ورا الغرة، أكيد. هيك اجمل بتكون لك في طريقة أكيد. صحيحة كثير حلوة. معنا اتصال، صباح الخير. صباح الخير يا اهلا يا هلا بعبد الله. يا هلا بالمهلي اللي ودائما سيدي منور. الله ينورك حبيبي يا عبد الله. كيفك تطلع مني يا هلا بالمهلي اللي ما يولي. بس لانه متعودين عليها، وانت يعني دائما بخاطب فيها الاصدقاء والاصحاب، وانت الحبيب الغالي. الله يسعدك يا رب. ومنصب عليك وكمان، ويا بنقول لك ويا هلا فيك ومنور شاشه نور مينا حبيبي. انت واختنا نسرين حبيبي حبيبي. اهلا وسهلا فيك، تسلم. الله يحييك، وعاد دائما عبد الله السواعي معكم من محافظه عجلون. يا اهلا وسهلا فيك. الله يخليك الله يخليك. وكمان يا سيدي تفضل تفضل. طيب واحنا معاك وفي قلبك دائما سيد عبد الله، وفي اهل عجلون كافة كلهم احباء لنا، وفي كافة المحافظات في هالوطن هالجميل، وقلوبنا معكم دائما ونتواصل معكم في جيت بوقتك يا خليل دائما ان شاء الله. واي سؤال لاي صبية على الهواء مباشرة تسألني إياه أنا مستعد أجاوب عليها في أي محافظة في هذا الوطن الجميل، وفي من خارج الوطن، من أي بلد من خارج الوطن، إحنا مستعدين نجاوب على أسئلتكم لكي نوصل هالمعلومة هالدقيقة وهالصحيحة لإلكم إن شاء الله. شكرا لك سيد عبد الله. منار هلا أنت مسيو خليل، نرجع نحكي عن القصات. هلا القصات مثلا زي شورتي، زي مثلا البطه، كاريه دي جراديه، البطه، كل هاي القصات. القرصان القرصان. لو اجتك صبيه او ست كبيره بدها تقص مثلا قصه وانت حاسس انها مش مناسبه إلها، ما بقص لها، ما بتقص لها، مستحيل، معروفه لها مستحيل، برمي لهم اصبعه. ولو كانت مصره بدها تعملها؟ بقدرش نهائي، لانه انا فن، يعني ما نقول فنان، أنا بعطي علم، بعطي خبرة 30 سنة في القص، بعطيها على وجه الزبونة، بعطيها أكيد. اسم اللي انكتب على جبينها، فإذا بدي أقص لها قصة مش حلوة ما بقدر، بخرب بيتي. أكيد. فبدي أعطيها العلم اللي درسته أقص لها، فلما بدي أقص لها الزبونة بقولها لا هيك القصة أجمل، هيك القصة أجمل، هيك أجمل، هيك أجمل عليكي، ما تاخذي من طول شعرك كثير، ما شاء الله إنك طويلة أنت، أجمل لإلك. فبنقدر نعطيها القصة المناسبة. شو المناسب لإلها لبشرتها ووجهها، أكيد. معنا اتصال آخر، ألو. صباح الخير، سامعيني؟ الو الو مرحبا. اهلا وسهلا حبيبتي، تفضلي. مرحبا، كيفكم؟ شو هالطلة الحلوة نسرين؟ تسلمي حبيبة قلبي، كلك ذوق، تفضلي منار. عن جد البرنامج كتير كتير حلو. تسلمي. يعني انتوا عم بتعاكسوا نسرين، انا مش فاهم شو هالطلة الحلوة يا نسرين، واحنا طلتنا مش حلوة يا صبية يعني. طلتك احلى طله مسيو خليل. مسيو خليل كثير كثير برنامج حلو، بهنيكم عليه. الله يخليك يا الله يخليك. مين معنا؟ منار. معك منار. اهلين منار، اهلا وسهلا فيكي منار حبيبتي. هلا انا بدي اسال، مشان شعري فيه لون احمر كثير وغامق، هلا كيف ممكن اعمل له هايلايت او اني افتحه اقل شيء؟ اوعي تعمليه عندك في البيت بتخربيه. الحمار في له ماده عم نسحبها من الشعر، بنقيم الحمار وبعدين بنقدر نسبق شعرك لأشقر لأي لون بدك إياه. بنصحك منار حبيبة قلبي، الله يخليك يا رب، عدم الصبغة عندك في البيت وعدم تفتيح اللون عندك في البيت عم بأثر على الحمار، والحمار بيقلب جرين ومشكلتك في الشعر بتصير قوية جدا. فإحنا بنقول راجعي مركزنا، مركز خليل السيد للتجميل، نقدر نعطيك ونعمل لك شعرك في هالدواء الموجود لعنا لكي تطلع شعرك بصورة أجمل وأجمل. أهلين منار، أهلا وسهلا فيكي منار.
مسيو خليل حابين نذكركم بس بأرقام مسيو خليل تحت الهواء 0795775005 0799629290. مسيو خليل حابين كمان نحكي اليوم عن موضوع تركيب الرموش الصناعية. الرموش في منها طبيعي وفي منها صناعي، كيف طريقة تركيبها أو أنت بتنصح بتركيبها؟ مركب الرموش انت؟ لا والله. طيب احنا طلع بالموضة العصرية بهالسنة هاي نقول تركيب الرموش الطبيعي. تركيب الرموش لست شهور. أعزائي المشاهدين ركزوا معي واسمعوني. لما بنقول تركيب رموش طبيعي لست شهور، ما في تركيب رموش طبيعي لست شهور. ما في ابدا. يعني اشاعه هاي اللي طالع بيحكوا انه تركيب مثل السشوار الدائم. ما في سشوار دائم. ما في شيء. اسمعوني بركز لعليكم كمان مره، اعطيني الكاميرا. اوكي. تركيب رموش طبيعي احنا بنركب لكي نبرز جمال العين. ركب لها رموش رمش برمش. اوكي. لكن احنا زي ما حكينا في الحلقات السابقه، كنت انا ونسرين، او بدي اوجه تحيه كثير على قلبي الست احلام كمان، احنا بنجيب الرمش في الرمش، يعني بنص الرمش عم بنركب الرمش. ركبنا صف كامل، الصف التحتاني ركبناه، الفوقاني ركبناه، التحتاني ركبناه. فالماده التلزيق الموجوده او الماده الصمغيه الموجوده ست نسرين اثناء الحمام اثناء الوضوء اثناء غسيل وجه عم بتخف الماده، فبسقط هالرمش. لما يسقط هالرمش بترجع تعمل صيانه لهالرمش بعد يومين ثلاثه بترجع. يعني انا ما في رمش طبيعي بقعد لاسبوع. ما في والله أبداً. العظيم ما في. وانا صريح، خذوا مني الصافي وخذوا مني الكلام اللي بحكي لكم اياه 100%. لكن اما زراعه الرموش موجوده. الخط الايلاينر الخفيف بالتتواج او بالبيرمان دبر فلاكه بخط خفيف للعين اجمل. يعني اذا ما فيش رمش، طب ما فيش رمش عنا. نعم. العين تبين. العين من غير الرموش ما بتبين، من غير الكحل ما بتبين، من غير الايلاينر ما بتبين، بضلها مخبيه. فاحنا بنقدر نعمل على علم واسع عندنا في مركز خليل السيد، احنا بنعمل خط خفيف ايلاينر وببين مثل الرمش وعادي، والعين بتبرز وجمالها بكون افضل للحكي هذا. مسيو خليل لو اجاك مثلا صبيه، اجتك او رجال شاب مريض بثعلبه ورموشه مثلا هاره كلها، بتنصحه او بتعمل له مثلا تركيب رموش او زراعه او ايلاينر؟ الشاب مستحيل يركب رموش. خلينا نحكي عن الثعلبه شوي. والله تليفوناتي مش عم تهدى مشان الثعلبه وعشان البغاق وعشان الشغلات الاخرى. احنا قلنا في بداية الثعلبة تتقسم الى ثلاث اقسام، هي الثعلبة الثابتة والثعلبة المتقطعة والثعلبة المنتشرة. نعم. ما هي اسباب ظهور الثعلبة؟ لحد الان العالم مش عارف ايش ظهور الثعلبة. طب يعني بقول لك مرة حالة نفسية، مرة في الكبد، مرة في امعائك، نقص في المادة الملامين الموجودة في الجسم، نقص مش معرفين لهلا نعطي الوضع. لكن احنا يعني بعلمائنا كان الحلاق زمان